هذا السؤال عن حكم بيع الملابس المستعملة في الجملة. الجواب أن تلك الملابس إذا كان فيها جهالة فلم تعرف أجناسها ومستوياتها وكان بيعها بيع غرر، فيمكن أن يجد فيها الإنسان ما هو جديد ثمين، ويمكن أن يجد فيها ما لا نفع فيه نهائيا، فإن ذلك لا يجوز. لكن إذا فصلت فعرف أن هذه الملابس جميعا مثلا من السراويلات، وهذه جميعا من القمص، وهذه جميعا مثلا من النوع الفلاني، وكلها صالحة للاستعمال على تفاوتها، فحينئذ يجوز بيعها لأن الغرر فيها قد انتفى أو قلّ.